مشاهدينا أهلا بكم، ما زلنا في ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبيسعى أولياء الأمور لمعرفة كل ما يخص المنظومة التعليمية لتوجيه أبنائهم. والنهاردة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم كان ليه بعض التصريحات الهامة واللي هنستعرضها لحضراتكم خلال تغطيتنا، فتابعونا. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أكد أن 87.3% نسبة الحضور في المدرسة، وأن نسبة الغياب الأكبر بتكون في الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي. والتصريحات دي كانت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء الرد على طلبات مناقشة عامة بشأن النهوض بالعملية التعليمية. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن حضور الطلاب للمدرسة يجب أن يكون من خلال محتوى جاذب، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على الأنشطة مثل الرياضة والموسيقى. وعن تحفيز الطلاب للحضور بالمدارس، أشار الوزير إلى عودة أعمال السنة والاعتماد على الامتحانين يحصل الطالب على النتيجة الأعلى فيهم. وقال كمان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي: زمان لو اشتكيت لابويا ان المدرس ضربني كان بيكمل عليا، لكن الوضع دلوقتي اختلف تمام. واكمل حديثه قائلا: اختزلنا التعليم في اختبار معرفي فقط، مشيرا الى اننا نستهدف معلمين كفء في توجيه التلاميذ على افضل طرق التعلم. وقال كمان أن تطبيق النظم الحديثة للتعليم يجعل الطالب لا يحتاج إلى امتحان الشهر أو امتحان نصف العام، لافتا إلى أنه لأول مرة ولي الأمر يشارك في تقييم نجله، لا سيما فيما يتعلق بالقيم السلوكية، وأننا لازم نشتغل مع كليات التربية في إعداد معلمين كوتش لعملية التعليم، لافتا إلى أن من بين التقييمات الحديثة نقاط قوة ونقاط ضعف. وقال الوزير كمان خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، متابعا: لو قامت بدورها لن يلجأ أحد إلى السناتر والدروس الخصوصية. وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وفي مقدمتها عجز المعلمين وكذلك الأبنية التعليمية. ومن الأمور الهامة أيضاً إعلان وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشيوخ أن اللغة الفرنسية ستكون لغة ثانية في المرحلة الإعدادية، قائلاً: هناك بروتوكول تعاون بشأن تدريس اللغة الفرنسية، والمركز الفرنسي في القاهرة حالياً بيدرب المعلمين. وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلاً: لما كنا في فرنسا وجدنا هناك اهتمام كبير بدعم تعليم اللغة الفرنسية. وبخصوص موضوع الدروس الخصوصية، وزير التربية والتعليم: عمري ما قلت أشجع الدروس الخصوصية، الفكرة كلها ناس تمارس العمل وليست مؤهلة، لذلك هناك مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة مهنة للمعلم. دي كانت كل التفاصيل الخاصة بتصريحات وزير التربية والتعليم. شكرا لحضراتكم على المتابعة، وإلى اللقاء.